إذا الإيمان ضاع فلا أمان. ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله رحيم رحيم.